السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أحلى متابعين وأحلى أخوات في الدنيا، يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية وسلامة. يلا بينا بقى، زهقنا من اللحمة وأكل اللحمة، قلنا بقى نعمل الفراخ المشوية الرهيبة دي. يلا بينا بقى، وشوية المحشي البتنجان والفلفل دول والمخلل كمان البتنجان، يلا نشوف هنعملناهم ازاي ونشوف الطريقة. أول حاجة عندي فراخ مغسولة ونضيفة تماما، وعندي البهارات بتاعتي عبارة عن ملح وفلفل أسود وكزبرة ناشفة وبابريكا وورق لورا وحبهان، وعندي برضو هرسة الشطة وصلصة وزيت وطماطم وبصل وليمون. يلا بقى بينا نتبل الفراخ بتاعتنا دي. اول حاجه هنبشر البصل كويس قوي، وهنبشر كمان الطماطم، عايزينهم يكونوا مبشورين. بالنسبه للطماطم هناخد القلب بتاعها بس، والقش هنستغنى عنه تماما، والبصل برضو هنبشره. انا الكميه دي عندي 3 وراك واربع وراك وصدرين، فاستخدمت عليهم بصلتين كده متوسطين زي ما انتم شايفين، وطماطمتين وليمونه. وبالنسبه للبهارات من كل حاجة معلقة، وظبطي الملح والفلفل بتاعك على حسب الرغبة. تعالوا بقى نشوف عملنا ايه. زي ما بقول كده، بشرت البصل والطماطم زي ما انتوا شايفين كده، ببشرهم على البشر اليدوي العادي. لو عندك بقى مبشرة او حتى كبة، تقدري ان انت تفرميهم في الكبة على طول وما تتعبيش دماغك يعني. الله اكبر، الله اعظم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وحشتوني جدا من آخر فيديو عملناه. كل سنة وانتم طيبين. بقى بمناسبة بقى إن الفجر بيأذن أهو، وأنا بسجل لكم الفيديو، ندعي بقى لكل أولادنا اللي في الثانوية العامة، ربنا ينجحهم ويرزقهم على قد تعبهم وينولهم كل اللي في بالهم. وندعي بقى لأهلنا في غزة، ربنا ينصرهم نصرا عزيزا ويلطف بيهم يا رب العالمين. اكتبوا لي بقى عاملين ايه واخباركم ايه، وبتشوفوني من اي بلد، والتوقيت عندكم ايه. انا بسجل لكم الفيديو ده الفجر، وهينزل لكم ان شاء الله بالليل. زي ما احنا متعودين كده، بنزل فيديوهات على الساعة 9. فلو انت اول مرة تشوفيني، اشتركي بقى بسرعة في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتنضمي لعيلتنا الصغيرة تكبر بيكي ان شاء الله. بصي بقى ست الكل، بعد ما بشرت الطماطم والبصل، هبدأ بقى اعصر عليهم الليمونة اللي انا كنت مقطعاها دي، وهنزل عليهم بالبهارات بتاعتنا، وهاخد معلقة من هرسة الشطة، وهنزل عليهم بمعلقتين كده من صلصة الطماطم، وكمان هنزل بالبهارات بتاعتنا، واقلب بقى كل المكونات دي كده مع بعض، مع معلقتين كبار كده من الزيت، علشان يدوا الفراخ بتاعتنا لمعة حلوة كده. هنشويها في الفرن ولا اكنك جايباها من احسن كبابجي. استني استني، اصبري، خليكي معايا لحد الاخر، وهتطلعي احلى فراخ مشوية، وكمان شكل وطعم وريحة وكل حاجة اكنك شويها على الفحم. صليتوا بقى على النبي ولا لسه؟ اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بصوا بعد ما خلصنا التتبيله بتاعتنا دي وقلبنا كل المكونات مع بعض، هنبدا بقى ناخد منها كده الصدور. بس هاخد افتح كده فيها تفتحتين كده، علشان انتوا عارفين لحمه الصدر بتكون ناشفه شويه، فتاخد بقى من تشرب من التتبيله وتبقى طريه خالص. وهبدا بقى اخد من التتبيله واحط في الفراخ من تحت الجلد وفوق الجلد. بصوا هنغطسها في التتبيله من كل النواحي كده، تاخد من التتبيله عشان تشرب منها. ويستحسن بقى ان انتوا تخلوا التتبيلة دي في الفراخ ليلة كاملة. انا بصراحة حطيت الفراخ بتاعتي دي تبلتها وحطيتها في التلاجة قبلها بيوم، يعني الكلام ده كان بالليل، وتاني يوم الصبح بقى بدأت ان انا اسويها، لكن سبتها في التتبيلة ليلة كاملة من بالليل لحد الصبح. زي ما انتوا شايفين كده خلاص، يعني التتبيلة، يعني الفراخ غطت في التتبيله زي ما انتوا شايفين كده. ما تسيبيش بقى اي حاجه كده، نزلي كل المكونات اللي عندك كده، وغرقي الفراخ بتاعتك كده بالتتبيله الحلوه دي، و غطوها بقى بستريتش راب او بكيس بلاستيك اي حاجه، ودخليها التلاجه، قعديها ليله كامله في التلاجه. كل ما تقعد في التلاجه كل ما الفراخ تشرب من التتبيله وتديكي طعم ونتيجه احلى. بس لو انتم مستعجلين اقل حاجة 2 ساعة،
لكن اقل من كده مش هينفع، مش هتكون شربت من التتبيلة ولا هتديكي التست والطعم اللي انا بقولك عليه. فلو تقدري ان انتي تحطيها ليلة كاملة كان بها، مش تقدري يبقى على الاقل ساعتين في التلاجة. زي ما انتوا شايفين بقى انا كده غطيتها بالستريتش راب وهحطها في التلاجة زي ما بقول لكم كده. ده كان بالليل، وتاني يوم الصبح بقى هبدأ ان انا اسويها. يعني انا كده خلاص تبلتها، اشيلها بقى في التلاجة. ده تاني يوم بقى، يلا بينا نشوف هنعمل ايه. يلا بينا بقى نعمل تخدعة المحشي الرهيبة. اول حاجة عندي معلقتين كده من السمنة، تقدري بقى تستخدمي سمنة مع زيت، زبدة مع زيت، يعني المادة الدهنية اللي انت عايزاها. انا استخدمت سمنة، وجبت بقى حوالي 3 4 بصلات كده عشان البصل اللي عندي مش كبير قوي، متوسط. وبدأت ان انا اخرطه على ايدي كده تخريط مكعبات صغيرة او تخريط ناعم خالص. لو عندك كبة برضو ممكن تضربي فيه الكبة كده ضربتين، وبعدين تحطيه بقى في الحلة بتاعتك يكون جاهز على طول. لكن زي ما انتوا عارفيني كده انا بصراحة بستسهل، بدل ما اطلع الكبة بقى ونزود على المواعين مواعين، واخدين بالكم انتوا؟ يعني ايه على طول كده وانا اقف على البوتاجاز كده بقطعه يعني مكعبات صغيرة كده او تقطيع ناعمة خالص. وانتي بقى بتتفرجي على الفيديو كده قلتيلك اعملي كوباية شاي كده ولا اعملي كوباية فنجان قهوة، وقعدي بقى اتفرجي كده معانا على الخطوات، وان شاء الله ربنا يحسن ما بين ايديكي وتطلعي احسن نتيجة، يمكن احسن من اللي انا عملتها كمان. واذكروا الله بقى وانتوا بتتفرجوا على الفيديو كده. بعد بقى ما حطيت البصل سبته بقى على النار كده عقبال ما يدبل، اكون انا بقى ايه ضربت الطماطم بتاعتي دي. الطماطم بتاعتي دي حوالي تقريبا كيلو او كيلو شوية. انا بصراحة مش بوزن ولا اي حاجة، بالبركة كده احسن حاجة، بالبركة كده تطلعي ايه احسن نتيجة. ما تحسبهاش، لو حسبتيها في حياتك حياتك هتقف وهتتعبي ويعني هتصدعي لو حسبتيها. فمشيها بالبركة كده يطلع معاكي احسن حاجة واحسن نتيجة. حطيت بقى شوية مية صغيرين كده بس عشان خاطر الطماطم تتضرب معايا في الخلاط، وضربت بقى الطماطم بتاعتي كده في الخلاط، وعبال ما البصلية بتاعتي دبلت كده زي ما انتم شايفين هنزل بقى بالطماطم بتاعتي اللي احنا ضربناها، وهحط معاهم معلقتين كده كبار من معجون الطماطم، معجون صلصة الطماطم. انا بحب احط الاول معجون صلصة الطماطم كده مع البصلية يتشوحوا، وبعدين انزل بعصير الطماطم اللي احنا ضربناه في الخلاط ده، وهاخد منه بقى مغرفتين كده على جنب وهشيلهم على جنب، وهقول لكم هنعمل بيها ايه يعني لما تيجي الخطوة بتاعته. فاصبروا كده خليكي معايا عشان تعملي احلى محشي بتنجان ممكن تاكليه في حياتك. غسلنا بقى الرز. طبعا انا يعني بشرح الكمية اللي انا استخدمتها على حسب كمية البتنجان اللي عندي والفلفل، فانتي اعملي على حسب الكمية اللي عندك، زودي او قللي على حسب الكمية بتاعتك. غسلنا بقى الرز، وكمان هنقطع بقى الخضرة بتاعتنا. الخضرة بتاعتنا من كل حاجة حزمتين، يعني حزمتين شبت، حزمتين بقدونس، حزمتين كزبرة، هقطعهم كلهم تقطيع ناعم خالص. وفي الوقت ده كانت الصلصة بتاعتي سايباها على النار علشان تتسبك. يعني انا غسلت الرز وغسلت الخضرة وقطعتها بالشكل اللي انت شايفينه ده تقطيع ناعم خالص كده، وفي الوقت ده كانت الصلصة على النار بتتسبك، ما حطيناهاش توابل ولا حطينا لها اي حاجة. كملي معايا الفيديو لحد الاخر عشان تشوفي انا هعمل ايه. لو الفيديو بقى طويل عليكي وحابة تشوفي جزئية معينة تقدري ان انت تجري الفيديو او تسرعي السرعة بتاعت الفيديو، هتلاقي عندك كده في الاعدادات تسرعي السرعة او حتى تضغطي على الشاشة لحد ما السرعة يعني تزيد معاكي. هنا بقى بصوا، بعد ما الصلصة بتاعتي اتسبكت خالص حطيت بقى البهارات بتاعتنا، عبارة عن ملح وفلفل اسود وبابريكا وشوية كزبرة ناشفين وشوية صغيرين قوي من الثوم الباودر، وكمان الزعتر والنعناع الناشف. لو عندك نعناع
فريش او اخضر يعني، تقدري ان انت تقطعيه عودين كده يعني، ورق 3 ورقات كده من النعناع مع الخضرة. لكن انا كان عندي النعناع ناشف، فيدوب خدت 3 ورقات كده وكسرتهم فتفتهم كده ونزلتهم مع البهارات بتاعتي. عايزه اقول لكم بقى يعني طعم التغذية عادية مع المحشي البتنجان والمحشي الفلفل يعني طعم تاني خالص، هتوديكي في حتة تانية خالص، طعم جد حلو قوي وليه كده نكهة مختلفة عن اي تغذية محشي ممكن تاكليها في حياتك. قلبت بقى، نزلت بالصلصة بعد ما حطينا كل البهارات عليها، وقلبت بقى كله مع بعضه مع الرز والخضرة، وسيبهم بقى يهدوا على جنب كده. طلعت الفراخ بتاعتي من التلاجة وجبت الشبكة بتاعة الشوي اللي احنا بنشوي بيها على الفحم، وجبت الفراخ بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده ونزلت عليها بكل التتبيلة اللي كانت في الطبق، وهقفل الشبكة بتاعتي جامد قوي علشان تدينا التضليعة الحلوة بتاعة الفراخ المشوية اللي على الفحم. طبعا تختاروا شبكة تكون بتخش الفرن. عايزة اقول لكم بقى ان الفراخ من قبل ما تخش الفرن وهي ريحتها بصراحة تحفة من التتبيلة، شربت التتبيلة كويس قوي وكانت طرية جدا. بصوا بقى، بعد ما حطينا الفراخ في الشبكة وضغطنا عليها جامد قوي الشبكة وقفلناها كويس قوي، جبت بقى مية سخنة وحطيتها في قاع الصينية اللي احنا حطينا تحت الشبكة دي علشان ما تتلسعش او تتحرق يعني، ودخلناها بقى الفرن على درجة حرارة عالية يعني اعلى درجة عندك في الفرن على اول شبكة او اول رف في الفرن من تحت، وسبتها بقى تاخد تدي كده مع نفسها في الفرن من غير ما نغطيها ولا اي حاجة خالص. وفي الوقت ده بقى جبت المحشي البتنجان بتاعي، بدأت بقى ان انا احشيه، وزي ما احنا متفقين محشي البتنجان او الفلفل عشان احنا مش مسويين الرز، فهنحشيه لحد يعني تسيبي عقلة من صباعك كده تكون فاضية من غير حشو. وقلبت بقى الحلة زي ما انتم شايفين كده عشان الرصة بتاعتي تطلع مظبوطة، وخلصت بقى كل الكمية. طبعا انا مسرعة الفيديو عشان ما اخدش من وقتكم كتير، وخلصت كل الكمية زي ما انتم شايفين كده، وكان فاضل معايا كده حبة من الخلطة المحشي، فجبت فلفلتين كده وبدأت ان انا ايه احط فيهم برضو الرز. زي ما انتم شايفين كده انا خلصت كل الكمية بتاعتي بتاعت المحشي، وكان عندي بقى شوربة مفرزينها في الفريزر بتاعت بط، سقيت بيها بقى المحشي زي ما انتم شايفينه كده بالكبشة، وبدأت ان انا انزل الشوربة جوه البتنجان نفسه يعني احاول ان انا ادخل الشوربة جوه البتنجان. طبعا بيطلع يعني بيبقى فيه بره برضو، بس على قد ما تقدري دخلي الشوربة جوه البتنجان. وجبت برضو الصلصة اللي كانت فاضلة اللي انا كنت شايلها على جنب وحطيتها برضو على الوش بتاع البتنجان، وحطيته على البوتاجاز. اول ما بدأت الشوربة تغلي وطيت النار وسبته بقى يستوي على نار هادية، طبعا غطيت الحلة. تعالوا بقى نعمل المخلل البتنجان. عايز اقول لكم طعمه كان حلو قوي. اهو البتنجان ده الواحد بيتخدع فيه، من بره يبقى اسود كده شكله وحش، بس من جوه قلبه ابيض وجميل زي البني ادمين بالظبط. جبت بقى ايه نسيت والله سرحت، اوعي تسرحي ركزي معايا. جبت بقى ثوم وفلفل حراق، وبدات ان انا اضربهم في الهون كده زي ما انتم شايفين، وحطيت عليهم معلقه من هريسه الشطه وضربت كله مع بعضه في الهون كده لحد ما اتفرم كويس قوي، وحطيت عليه بقى ملح وكمون وكزبره وبابريكا، وهقلب بقى كل المكونات دي مع بعضها، وهعصر عليهم عصره ليمونه ويدوبك معلقه كده من الخل، واقلب بقى المكونات دي كده مع بعضها واركنها على جنب. وهجيب بقى البتنجان بتاعي الاسود ده هغسله الاول، واكون بقى مسخنه نار على يعني زيت على النار، طاسه فيها زيت على النار. معلش يا جماعه يعني سامحوني لو انا بلخبط في الكلام. هجيب بقى طاسه كده يكون فيها زيت واحطها على النار عشان عايزين الزيت بتاعنا يكون سخن. زي ما انتم شايفين كده انا حطيت ليمونتين كده على الخلطه بتاعتي بتاعت التتبيله، وهقلب بقى كل الكلام مع بعضه ده. عايز اقول لكم بقى ريحتها جباره، وهركنها بقى على جنب. وهجيب بقى البتنجان بتاعي كده زي ما انتم شايفين
هبدأ بقى ان انا ايه افضيه من الكيس ده واغسله، وابدأ بقى ان انا اقطع اللي هي الرأس اللي فوق دي الخضرة، واعمل فيه فتحة كده من الجنب واحطه في طاسة الزيت تكون سخنة زي ما احنا متفقين. بصوا بقى، هو بعمل فتحة كده في الجنب من البتنجان علشان بس ما يفرقعش ويطرطش معايا في الزيت، واحطه بقى في الزيت كده، وهو يعني يدوبك 5 دقايق بس تقلبيه كده هو في الزيت، هتلاقيه طري خالص، والفتحة اللي احنا عاملينها دي فتحت كده بقها. اول ما الفتحة اللي احنا عاملينها في الجنب دي تفتح بقها كده، والحتة اللي احنا كنا قاطعينها قاطعين راسه يعني قاطعين راس البتنجانة من فوق كده، بقى لونها ذهبي كده، والقلب بتاعنا هيفضل زي ما هو ابيض، متقلقوش. يعني بالظبط 5 دقايق قلبوه كده بس على النار وهو في الزيت، واول ما الفتحة اللي احنا عاملينها دي تفتح بقها كده زي ما انتم شايفين ويطرى كده، هطلعه بقى من الزيت في الطبق اللي احنا هنحط فيه الخلطة. زي ما انتم شايفين كده، بص الفتحة اهي اللي احنا كنا عاملينها فتحت بقها كده، خلاص هي كده، خلاص البتنجانة بتاعتي استوت وبقت طرية وحلوة من غير بقى ما تسود ولا لونها يغير خالص. ومفيش بقى مانع لو حطينا معاه كده قرنين فلفل حراق، يا خرابي على الجمال اهو. يعني طبق البتنجان المخلل ده لوحده يعني يتاكل كده حاف رهيب. هبدأ بقى نفتح الفتحة اللي انا فتحتها اللي انا كنت فتحها قبل ما ادخله، قبل ما احط البتنجان في الزيت دي، احط فيها التتبيلة اللي احنا عاملينها دي علشان كده كل بتنجانية كده تاخد من طعم التتبيلة الحلوة اللي احنا عاملينها، ولو في بقى شوية كده زيادة تتبيلة يبقى ايه، يبقى على وش البتنجان كله كده. ونحط كمان في الفلفل ده كده شوية من جوه. عايزة اقول لكم بقى، شوية بتنجان مخلل خطور. بصوا بقى، بعد ما حطيت الفراخ بتاعتي اللي فتحت عليها شواية ولا اي حاجة خالص، لونها ده كده من غير ما نشغل عليها شواية ولا اي حاجة خالص، هي استوت منها فيها كده في درجة حرارة الفرن. هفتح بقى الشبكة بتاعتي دي وهبدأ بقى احط الفراخ بتاعتي. بصوا بقى الجمال، رهيبة. عايزة اقول لكم، ولا اجدحها فراخ هتجيبوها من الكبابجي او مشوية من برا، رهيبة بجد، طعمها خطير ومستوية ودايبة دوب، وكمان واخدة التضليع بتاعت الشبكة. بصوا طعمها خطير خطير. وعشان بقى ناخد الطعم بتاع الفحم ده اكننا يعني شويناها على الفحم، هكون بقى مسخنة فحمية كده، وهجيب ورق ألمونيوم كده نعمل زي طبق كده في النص، ونحط الفحمية بتاعتنا ونحط عليها شوية زيت، ونغطيها بقى بورق ألمونيوم كده علشان الفراخ تاخد من ريحة الفحم الجميلة دي. الفراخ قعدت بالظبط في الفرن من ساعة لساعة ونص من غير ما نشغل عليها شواية ولا اي حاجة خالص، خدت اللون الجميل ده. وكمان المحشي بتاعي بقى كان استوى بعد ساعة الا ربع كده، كان استوى وخلاص دايب دوب، يعني خلاص مفيش كلام، الرز مستوي والبتنجان مستوي وكل حاجة مستوية وزي الفل. هطلعه بقى الاكل بتاعي كده اغرفه زي ما انتم شايفين كده، وبالهنا والشفا على كل اللي كلوا منه، وادعوا بقى لمامتي ترجع بالسلامة لان هي طولت قوي وحشتنا قوي. لو انتوا بقى مكملين معايا الفيديو لحد هنا، ما تنسوش بقى اللايك والسبسكرايب وشير للفيديو عشان يوصل لكل مكان وعائلتنا تكبر بإذن الله. دمتم في حفظ الله وفي سلام الله، ويعني يا رب تدوموا يا ربنا يدومكم في حياتي نعمة، ويدومني في حياتكم نعمة وليس نقمة يا رب العالمين، ونفضل كده نفيد ونستفيد من بعض. يلا السلام عليكم يا احلى اخوات، باي باي.